الاساسي ده اللي هو تصميم الاكسنتريك شير كونكشن، وده كان اكستنشن طبيعي للكونكشن زي ما كنا اشتغلنا فيها. لنا اكثر من محاضره بنتكلم على تفاصيل الكونكشنز. طبعا احنا كنا اتفقنا على ان الكونكشنز في منها نوعين صح؟ في منها كونكشنز بنعملها عن طريق البورتس او المسامير، وفيه النوع اللي هو عن طريق اللحام. اوكي المسامير احنا قلنا ان في منها نوعين صح؟ في منها حاجه اسمها نورمال او اللي احنا بنسميها الاورديناري بولز. دي بتكون المسامير بنحسب الفيلير مودز بتاعتها سواء كانت شير او بيرنج، وبحسب الريسيستنس بتاعها وبقدر اشوف عدد المسامير واشيك عليه طبقا للاكشنز الموجوده عليها صح. النوع الثاني اللي احنا بنسميه البري تنشن بولز، والبري تنشن بولز بيكون اسهل شويه من النورمال او النون بري تنشن، لان ليه تيبلز ليه جداول واضحه ومقاومته للشيل موجوده ومقاومته للتنشن موجوده في الجداول، من الجداول المشهوره موجوده في الكود عندك في صفحه 106. لو بصيت في الكود في صفحه 106 هتلاقي عندك المقاومات الريسيستنس للبري تنشن بولز جاهزه من غير ما تحسبها، هما معمول لها جداول وتبقى زي ما احنا اتفقنا تبقى للتورك اللي انت بتربط بيه المسمار بيتولد جواه بري تنشن فورس. دي تبقى هي مقاومته فين؟ دي هي المقاومه بتاعته في الشير، ومقاومته في التنشن بتبقى قيمه من مقاومته في الشير. يعني ليها ايكويشنز كده موجوده عندك في الكود. حد فتح شاف؟ حد شاف في الاي بالظبط كده. الجدول اللي موجود عندك في الكود ده احنا طبعا اتفقنا ان احنا عندنا كام نوع من البري تنشن فورس بري تنشن بولز. اثنين صح؟ اثنين جريد كام وكام؟ 10 و 9 و 8. الجدول ده خاص ب 8 و 8، يعني الجدول ده خاص بالجريد 8 و 8. طب لو انت عايز تشتغل 10 و 9 هتضرب الفاليوز دي 0.7، يعني تعملها ريدكشن 30%. مكتوب حتى من تحت كده في اخر الجدول ان 10 و 9. اوكي هو 10 و 9. لو انت عايز تستخدم 8 و 8 تعمل ايه؟ تعمل ريدكشن 30%. ماشي؟ حد فاهم؟ يبقى ايه؟ طيب لو بصيت انت عندك في اول عمود عندك في هتلاقي مين؟ قطر المسمار صح؟ هو بيسميه بالام، ام 12 اقل حاجه عندك مظبوط؟ هيمشي بقى يزيد لحد ما يوصل لام كام عندك؟ 36. تاني عمود عندك حاجه اسمها الاستريسز اريا صح؟ بولت اريا. بعد كده في ايه؟ الستريس اريا دي هتلاقيها اقل شويه من البولت اريا صح؟ يعني قارن اي اثنين وبعض. ليه بقى؟ ان احنا بناخد النت اريا، لان مش المسمار يبقى فيه سبريد كده في الوظه، فبالتالي لو انا بشتغل على الكريتيكال اريا في بعض الاحوال في التنشن فبشتغل على اضعف حته في المسمار. اضعف حته في المسمار في الشد بتكون فين؟ اللي فيها الوظه، فبالتالي بيشتغل على مين؟ على الستريس اريا او بيسموها هم النت اريا. ماشي؟ بعد كده بقى تلاقي في مين بقى؟ البري تنشن فورس. البري تنشن فورس دي متقسمه لكذا حاجه صح؟ لا صفين موضوع موضوع. البريتنشن فورس دي مقاومه المسمار فين؟ في الشد. في الشد. وريني كده. لا مقاومته بقى دي مقاومه المسمار في الشد، دي تي. دي الريسيستنس اللي يتشد، يعني المسمار ام 12 بس ده عشان خاطر يشيل ال 529 ده لازم تشده بتورك 12 كيلو جرام. حد فاكر احنا قلنا المسمار ده بتقعد تربط فيه لحد ما يتولد جواه مين؟ جواه الفورس. ما ينفعش تربطه كده بالبركه كده وتمشي وتقول بقى ايه ده بري تنشن فورس. لازم تشده. بص هنا مكتوب ايه؟ ريكواير تورك، يعني ده التورك المطلوب عشان خاطر توصل لمين؟ للبري تنشن فورس. بالتالي انت لما تشتغل ان شاء الله في الموقع بيبقى فيه مفتاح كده اللي بيربط ده، يبقى فيه كده عداد كده في اخره كده زي بيديك رقم كده، فانت تيجي وانت كمهندس كده تقرص عليه كده تقرص عليه كده يديك مين؟ يديك التورك الموجود. فخلاص يبقى تلاقي يبقى انت خلاص انت عارف ام 12 بيتربط ب 12 كيلو جرام ايه؟ كيلو جرام متر. ام 24 اللي هو المسمار المشهور الاكتر بيتربط ب 107، الام 20 بيتربط ب 62. يبقى انت معاك الجدول ده تعرف تستلم الشغل ايه؟ في الموقع تعرف ان الحاجات دي كلها متقرط عليها صح عشان تشتغل مظبوط. حد فاهم؟
لان هو لو مش متطرق بالقيمه دي عمره ما اتولد جواه البريتنشن فورس. بعد كده هتلاقي ده الفريكشن لود بقى للوان بول بير وان فريكشن سيرفيس. ده يعني ايه؟ ده معناه ايه؟ ده معناها سنجل شير. ده سنجل شير. لو المسمار ده شغال دبل شير بتضرب القيمه دي بكام؟ في 2. طبعا هنا فاصل النص الاولاني اللي اوردينال ستيل وول لو انت بتشتغل في حاجات ما فيهاش فايبريشنز اللي هي المباني والكفرنج يعني، والنص الثاني خاص بالبريدجز والكرينز. البريدجز والكرينز اللي عليهم مين بقى؟ عليهم كامبس لود وعليهم فايبريشنز. فبالتالي دول ليهم جدول مخصوص، ليهم جدول مخصوص لكل واحد منهم بيقسمه على حسب نوع الحديد وعلى حسب الكيس فلودنج. احنا في معظم الحالات بنشتغل ستيل 37 وبنشتغل كيس فلودنج واحد في الغالب، يعني في الغالب في التصميم بيكون كيس فلودنج واحد هي الديد واللود. فبالتالي هتلاقي ان القيم بتاعتك قيم مين؟ قيم المقاومه في الشير لكل مين؟ لكل مسمار. ماشي يا جماعه؟ ده السنجل شير. ومن تحت هنا كاتب لك الايكويشنز اللي منها جاب القيم دي. لو انت عايز تعرف جاب من فين مقاومه الشير، هو من الايكويشنز الموجوده عندك ده. هتلاقي ان المقاومه دي بتساوي مقاومته في الشد 70% من اليلدنج بتاعت البول في الاريا اس، الستريس اريا بتاعت البولز. حد فاهم؟ يعني انت لو خدت المسمار، طبعا انت عارف اليلدنج بتاعت البول، اليلدنج بتاعت البول اللي هي ايه؟ اللي هي بتساوي رقم جزء من 10 الرقم الاول في الريشيو في الاف. تمام، الريشيو في اول رقم. تمام، يعني 8.8 من 10 ضرب البوينت 8 في 8 صح؟ يبقى انت جبت الاف بتاعت البول، اضربه في الاريا اس. مين الاريا اس؟ اللي هو العمود الثالث اللي هو الستريس اريا. اضربه في 0.7 جبت مين؟ جبت تي. يعني انت اصلا ممكن تجيب الجدول ده من غير ما ايه؟ من غير ما يبقى معاك الجدول من الارقام دي يعني. بس طبعا انت ليه؟ ما تطلع على طول من القيم الموجوده عندك هنا. وقال لك ان كل الكلام ده ل 8.8 من 10. لو انت عايز تشتغل لو انت عايز تشتغل 8.8 من 10 اعمل ريدكشن 30%. 30% هتضرب في كام؟ في 70%. وده منطقي يعني، ان القيم بتقل لما الجريد ايه؟ لما الجريد يقل. يبقى ده الجدول ده خاص بمين؟ يبقى لو انت لو احنا لا انا قصدي الجدول ده خاص بالبريتنشن بولز، لكن النون بريتنشن كنا بنحسبه مين؟ بالار شير والار بي. ماشي، ده النقطه اللي كنت عايز اركز عليها النهارده بحيث انك تبقى فاميليار مع الجدول ده وتبقى فاهم الجدول ده بيحصل ايه وما يحصلش ايه. ماشي ماشي يا جماعه، انتوا نايمين كده ليه؟ طيب النهارده هنتكلم على نوع مهم جدا من انواع الكونكشنز اللي هو بنسميه احنا الاكسنتريك شير كونكشن. اكسنتريك طبعا ده عكس السنتريك. السنتريك اللي احنا بدانا بيه اللي هو السهل، ان الفورس ماشيه في السنتر لاين بتاع مين؟ بتاع الجروب اوف بولز صح؟ فبالتالي مش هيتولد جوه. طبعا احنا فاكرين القصه كلها، مسكنا المسمار وحطينا المسمار وعرفنا كل مسمار بيحصل فيه ايه صح؟ فبالتالي لما يكون الفورسز اللي بتعمل شيل بتاثر على بره السنتر اوف السنتر بتاعت المسامير، فبالتالي بنسميه احنا مين؟ يعني لما الشير المفروض ده اسمه ايه؟ ده المسمار ده، سوري ده الفورس وده المسمار. لما ده جاي عليه عمودي عليه ده بيعمل فيه ايه؟ شير. ده اسمه ايه؟ ده سنتريك شير. طب لو ده ما نقول بره كده، يبقى ده اسمه ايه؟ ده اسمه اكسنتريك شير. او ده ما نقول كده بره، ده اسمه ايه؟ اكسنتريك شير. برضه يعني معناها ايه؟ معناها ان الفورس اللي بتعمل شير في المسمار مش بتاثر في السنتر اوف جرافيتي بتاعت مين؟ بتاعت الجروب اوف بولز. وبالتالي هيبقى في اكسنتريستي. الاكسنتريستي لو هي في اتجاه عمودي عليه بتعمل تورشن. طب لو هي في اتجاه موازي ليه بتعمل مين؟ بتعمل بيندنج. احنا خلينا في النوع الاهم عندنا اللي هو اللي بيعمل تورشن مومنت. ماشي، التورشن مومنت ده بيحصل في الطبيعه في حاجه اسمها، احنا اتكلمنا عنها، اسمها الكرين دراج جيردر. الكرين دراج جيردر ده احنا طبعا في الطبيعي احنا بنعمل ايه؟ احنا بنيجي بيبقى عندنا مثلا سيستم كده، اوكي، سيستم كده عادي اللي هو البورتال فريم بتاعنا، بيجي على العمود في الناحيه دي هنا كده بيطلع منه حاجه اسمها براكت. ماشي، ده براكت، وهنا بنطلع مين؟ بنطلع براكت وبنحط عليه الجرين دراج جدا اللي احنا صممناها. حد فاكر؟ يبقى هنا بنحط براكت. البراكت ده بيشيل مين؟ بيشيل الكرين. وطبعا ده محطوط عليه مين؟ محطوط عليه الريل القضيب اللي بيمشي عليه الكرين. حد متخيل يا جماعه؟ حد مش متخيل؟ طيب احنا يعني يبقى دي
الكاميرا دي، الكاميرا دي دي اسمها ايه؟ الكرين تراك جردن. دي اللي احنا صممناها، خدنا التصميم بتاعها وعملناها بالحلين، الحل اللي هو الهوت رول سيكشن، والحل الثاني اللي هو كان مين البيلت اب سيكشن، وحسينا الفروقات اللي ما بينهم، امتى استخدم ده وامتى استخدم ده. وكان الفيصل معانا في تصميم الكاميرا دي مين؟ الام واي. الام واي ده جه نتيجه ان احنا عندي مين حاجه اسمها اللاترال شوك، ده اسمه ايه؟ ده الفورس دي اسمها لاترال شوك، او الصدمه الجانبيه. الصدمه الجانبيه اتفقنا انها ان هي بتحصل ايه؟ شمال ويمين، ممكن تحصل كده وممكن تحصل كده، ممكن تحصل كده وممكن تحصل كده، الخط ممكن تحصل كده وممكن تحصل كده، مظبوط؟ طيب اللي مين الكرين تراك جيردر دي قاعده على حاجه اسمها مين؟ اسمها البراكت. طبعا لو انت اخدت بالك هتلاقي ان العمود ده، العمود ده بيجي عليه اكشن عالي نتيجه ان في مين؟ ان في ريل بيمشي عليه، والريل ده شايل هوك، الهوك ده بيسحب اوزان ثقيله، والهوك ده ليه كاباسيتي، فبالتالي ممكن يجي لك نورمال فورس على العمود هنا، فورس كبيره جدا ممكن تعدي ال 30 ولا 40 طن. فبالتالي العمود اللي هو الهوت رول سيكشن الصغير بتاعنا ده ما بيقدرش يستحمل مين؟ ما بيقدرش يستحمل الفورس الموجود عليه. فبنبدل العمود بقطاع احنا بنسميه كومبوزيت سيكشن. Composite section. ماشي. الكومبوزيت سيكشن ده بيعمل ايه؟ بنجيب كاميرا سي، كاميرا على شكل حرف سي كده، وبنحط جنبها كاميرا على شكل حرف سي، وهما الاثنين بنوسع المسافه اللي ما بينهم طبقا للاحتياج بتاعنا. طب انا كده لما انا عملت كده ايه اللي حصل للعمود بتاعي؟ ان العمود بتاعي الاستيفنس بتاعه زاد. ليه؟ ان احنا عارفين ان هنا كده اهو، ده كده السي جي بتاع الشكل صح؟ في اتجاه البندنج مومنت اللي جاي او الاريا بتاعت القطاع كبر، بدل ما كان هو كان كاميرا سي واحده بقى ايه؟ اتنين سي باصين لبعض. والاثنين سي يعني هو احنا الطبيعي كان عندنا سيكشن كان عامل ازاي؟ بتاع العمود كان العمود احنا عارفين احنا بنستخدمه ايه؟ اي سيكشن صح؟ كان شكله كده. الاي سيكشن ده احنا بنستخدمه في الحل الاولاني اي بي اي زي ما اتفقنا. الاي بي اي دي مش مستحمله الاكشن اللي جاي عليها، فباخد حاجه ايه؟ اقوى شويه، باخد الاتش اي اي. لما يكون اقوى خالص بلجا للحل الاخير اللي هو مين؟ الاتش اي بي. الاتش اي بي احيانا ما بيقدرش يستحمل لان مقاومه القطاع في الكومبريشن معتمده على مين؟ معتمده على الاستيفنس بتاعته صح؟ فبالتالي ممكن يكون القطاع حلو يعني عليه فورس، بس اللمضه بتاعته ايه بقى؟ اللمضه بتاعته ضعيفه لان العمود طويل تمام. ودايما في الكرينز دي يا جماعه في النص هنا ما بيكونش فيها بريسنج، يعني دايما كده في المنطقه اللي فيها هنا كده مثلا، يعني مثلا ممكن انت عندك هنا ايه في باكيه هنا ثانيه كده اهو ماشي. فبالتالي المنطقه اللي فيها الكرينز دي مش مسموح انك تعمل مين؟ تعمل بريسنج سيستم قوي هنا في السيت في المنطقه دي، لان المنطقه دي فيها مثلا ايه حركه او كده. فبالتالي بيبقى عندك العمود في الغالب بيكون ايه؟ طوله حر، فبالتالي اللمضه بتاعته بتكون كبيره. لما اللمضه تكون كبيره الاف سي بتاعته تكون ايه؟ ضعيفه. فبالتالي انا عايز اكبر مين؟ اللمضه بتاعه القطاع، فببدل السيستم ده بسيستم اقوى. سيستم اقوى تمام، هو المفروض ان انا كده عشان اكبر الاستيفنس في الاتجاهين احط مين؟ بوكس. بس احنا البوكس ده احنا بنسميه كلوز سيكشن. الكلوز سيكشنز ده بيكون فيه مشاكل في الكونكشنز، عشان اجي اربط معاه حاجات، هدخل ازاي اربط المسمار من جوه ومن بره، فطبعا في تفاصيل كتيره. فبنعمل حاجه، بنعمل نوع، بنعمل بقى ايه باب كده صغير عشان العامل يقدر يدخل ايده عند كل كونكشنز. فبالتالي قطاعات البوكس سيكشن حل مش ظريف عشان اقوي الاستيفنس بتاع العمود. طبعا البوكس ده اقوى من الاي بي، يعني فاهم ان بيدي انيرشيا في الاتجاهين، فبالتالي هتلاقي السيستم بتاعه ايه قوي شويه، بس في مشاكل في الكونستراكشن، فاحنا ما بنحبش نستخدم مين؟ الكلوز سيكشن. طب ايه الحاجه اللي يديني الشكل بتاع مين؟ بتاع البوكس، ان انا احط اثنين سي جنب بعض، حد فاهم؟ فبالتالي احنا بنستخدم السيستم ده ان انا بجيب سي اهو، ما ده اقسمه كده في النص، اقسمه كده في النص بقى ايه؟ اثنين سي وحركهم عن بعض كده بقى ايه؟ بقى اوبن سيكشن. فبالتالي تقدر تربط، تقدر تلحم، تقدر تعمل كل حاجه، لان القطاع ماله؟ القطاع بقى مفتوح. ده اضيف على كده بقى، غير ان هو بقى القطاع بقى مفتوح، ان لما اجي اعمل بوكس كده، سوري، اعمل سي كده،
واعمل سي قصادها كده في الاتجاه ده اللي هو الاتجاه بتاع البندنج مومنت الرئيسي. لما تيجي تنقل السي ده السي دي كده اهو ده السي جي بتاعها، فبالتالي بيعمل انرشي حوالين نفسه زائد مساحته في ايه؟ في مربع بقى. فكل ما البعد ده ما بيكبر كل ما ده بيدي انرشي ايه؟ انرشي اكبر. طيب يبقى انا كده دلوقتي انا عملت السيستم طبعا مش هنكبر قوي يعني، احنا يعني على قد ما انا محتاج يعني. طيب همسكهم مع بعض ازاي؟ بنمسكهم مع بعض بحاجه اسمها ليسينج بار. ليسينج بار يعني الواح كده تربط دول طبعا في الاتجاه ده مفيش مشكله فيه، في الاتجاه ده مفيش مشكله فيه لانه اصلا ايه؟ في الويب بتاع السي. لو انت خدت اليفيشن كده اهو بتبص كده في الاليفيشن كده هتلاقي ايه؟ خط كده وخط كده صح؟ وهنا في خط ايه؟ منقط ده السي. هنا برضه بص كده وبص كده هنا في خط منقط اللي هو مين؟ السي. بنيجي نعمل ايه بقى؟ بنعمل كده ريسين بار هنا كده اهو حد متخيل؟ طبعا ان شاء الله باذن الله لو في اي وقت ممكن ناخد دي حاجه اسمها دي الكومبوزيت كولوم الاعمده المركبه. دي بقى نفس تصميم العمود بس بيفرق معاك بقى ازاي تحسب الاي اكس والاي واي للسيستم لا اكثر ولا اقل، وتصمم مين الليسنج بار بحيث ان ما يحصلش فيه لوكال باكلينج لان ده هو اللي هيوصل الاثنين دول مع بعض. ده ابسط سيستم الباترن ده احنا بنسمي ده الدبس بتاع القطاع. فده في الغالب اللي هو السلوب بتاع ده بيكون برضه بيساوي ايه؟ دبس برضه يعني بنخلي ده 45 درجه. طب لو ده كان بيحصل فيه باكلينج مش قادر ينقل الفورس بتاعته نعمل ايه؟ بنحط واحد فين؟ بنحط واحد في النص كمان بنقوي السيستم شويه. طب لو السيستم ده اصلا مش نافع يبقى ده يبقى اول حاجه احنا بنسميها عادي حاجه اسمها ايه؟ الليسنج بار. الليسنج ايه؟ بار. ده عباره عن بار ليسنج يعني ايه؟ بيربط يعني بيربط مش الشوز بتاعك دي الرباط ده اسمه ليسنج ده هو ده اللي ايه بيربط يعني فهو احنا اسمه ده لوح تربيط بيربط السيستم مع بعضه. طبعا في الغالب ده بيكون ملحوم مع السيستم يعني هنا بيجي مع الشفه دي ده بيتلحم هنا كده في التقاطع الحديد مع الحديد ده بنعمله ايه؟ بنعمله ويلد وبيجي العمود ده حته جاهزه واحده كده متلحم وجاي من الموقع تيجي تحطه على طول كده. حد فاهم؟ احيانا لما تكون انا عايز اوفر شويه في 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 الفلوس شويه السيستم ده بيبقى عباره عن اربع انجلز. لو انا مش محتاج ايه؟ لو انا مش محتاج السي فبالتالي لما انا كنت مستخدم مثلا يو بي ان مثلا يو بي ان رقم 22 فبالتالي اقول له انا هستخدم 60 في 60 في 6 انجلز يبقى انا عندي ايه هنا اهو؟ دي 6 سنتي ودي 6 سنتي وسبت هنا مثلا سبيس 10 سنتي اللي ده كان كله كان كام ده؟ ده كان 22 سنتي. لو انا مش محتاج 22 سنتي ده فانا هتخيل انك انت بتشيل من الويب 10 سنتي كامل الارتفاع شمال ويمين فيوفر معاك في ايه؟ في الوزن. لو انت مش محتاج كله ده يعني مش محتاج اليو بي ان ممكن نحط ايه؟ اربع انجلز نفس القصه هنا كده اهو نفس القصه هنا كده. طبعا الاربع انجلز دول لازم تربطوا ازاي؟ بليسنج من كل مين؟ من كل الاتجاهات يعني يبقى في بار هنا كده اهو وفي بار كده اهو. ماشي يا جماعه؟ في ناس بتحب تعمل حاجه اسمها الباترن بليت. الباترن بليت ده احيانا لما تكون البارز دي مش قادره تشيل فبيجي كده اهو بيجي كده اهو بيجي يعمل ايه كده؟ بيجي يعمل بليت كامل بليت كامل بليت طبعا ده متلحم هنا متلحم هنا كده وسايبين طبعا مسافه هنا عشان اعرف الحم مع الشفه دي ونفس الكلام تحت ونفس الكلام يعني ايه؟ ممسوك كده ده اسمه ايه؟ اسمه باترن بليت. الباترن بليت طبعا ده اتقل الباتن بليت ده اتقل لان احنا كنا مستخدمين كنا مفرغين وكنا عاملين ممبر كده وممبر ده من الباقي ده كله كان فاضي لكن انا بجيب بليته كامله كده اهو لوح سوليد بيمسك مين؟ بيمسك السيستم مع بعضه. احيانا بنعمل كومباينيشن ما بين الاثنين يقول لك المنطقه اللي فيها شير عالي بتكون فين؟ بتكون في البوتوم وفي التوب بتاعت العمود هو ده الاحتمال ان العمود ايه؟ يعني عايز امسكه في المنطقه دي يعني وفي النص عشان ما يحصلوش باكينج فبالتالي ممكن اعمل ايه؟ اعمل في الاول وفي الاخر وفي النص باتن بليت وفي الباقي اعمل مين؟ ليسنج بار ليسنج بار او في الاول وفي الاخر واعمل مين؟ ليسنج بار. طبعا ده في الموديلنج على البرامج بيتعمل كانه تراس ممبر
وانت هترسم سي وتمسك وانت يعني تحط ممبر وممبر وتسيب السبيسنج منهم وتوصل ما بينهم بمين بممبرز دايجنال. فهيجيب لك الاكشن في كل واحد وتصمم كل واحد فيهم وتشيك عليه تشوف الليسك بار هو اللي هيقدر يشيل ولا الباتل بليت هو اللي هيقدر بين هو اللي هيقدر يشيل عشان خاطر ما يحصلش لوكر باكينج في السيستم. حد فاهم يا جماعه؟ يبقى احنا العمود بتاعنا كان سبيشال كيس ان عليه كرين تراك جيردر. الكرين تراك جيردر الحمل بتاعها كبير جدا والعمود ارتفاعه عالي. دايما يا جماعه عملت الكرين تراك جيردر بتكون عاليه ليه؟ عشان بيبقى فيه كلير هايت للونش عشان الونش ما يخفضش في التاني. فبالتالي دايما بتلاقي العمود طويله. فالعمود لما يبقى طويل فاللمده بتكون ايه؟ كبيره. اللمده كبيره يبقى الاف سي مالها صغيره. الاف سي صغيره يبقى محتاج ان انا اقوي شويه من السيستم بتاعي واعمل سيستم اقوى شويه. عشان كده برجع للحل بتاع مين؟ الكومبوزيت سيكشنز. ان انا احط 2 سي قصاد بعض او 4 انجلز قصاد بعض بمسكهم بحاجتين يا اما الليسنج بار او مين الباتن بليت او بوث او هما الاثنين ايه او هما الاثنين مع بعض يشيل السيستم بتاعنا. طبعا ده على حسب مين الديزاين بتاعهم. طبعا الكومبوزيت سيكشنز القطاعات المركبه والحاجات دي احنا بنسميها ادفانسد توبيك في الستيل ستراكشرز. يعني ما بنديهاش في الكور بتاع الكورس. يعني ده المفروض تاخده في كورس اختياري في حاجه بيبقى اسمها ادفانسد ستيل. ادفانسد ستيل بتاخد حاجات بقى ايه بقى حاجات صومعات واحمال شكلها مختلفه بتاخد فيها الكومبوزيت سيكشنز ده. انا كل القصه دي بحكيها ليه؟ بحكيها ان انا عايز اقول لك ان هنا في عمود على شكل حرف سي كده اهو. انا كنت ممكن ارسمه لك واكبر دماغي يعني اقول لك ده شكل العمود يعني كده ماشي. العمود ده بقى احنا بقى ايه بقى عايز اطلع منه البراكت. فبنيجي نعمل ايه؟ بطلع هنا حاجه اسمها البراكت ده كده اهو. بطلع براكت كده اهو. حد متخيل ده بلان يا جماعه؟ ده بلان. طلع منه البراكت وهنا بحط بليت. بحط بليت كده اهو وهنا بيقعد عليها مين؟ الكاميرا دي. لو بصيت عليها في الاليفيشنز هتلاقي العمود عامل ازاي زي ما احنا اتفقنا اهو كده اهو اهو كده ماشي. دي الجوت بتاعتها دي الجوت بتاعتها. هتلاقي طالع منه ايه؟ حاجه كده تمام. وهنا بيبقى فيه بليته كده اهو وبيجي تقعد عليها مين؟ الكرين تراك جيردر بتاعتي. صح ولا مش صح؟ يبقى ده مثلا لو سي ان هو مثلا اتش اي بي 400 اللي احنا كنا مثلا طلعناها المره اللي فاتت اوكي. وده بليته كده صغننه كده اهو بتقعد عليها الفلانجه دي عشان دي موصله بين البراكت ده والبراكت ده. مثلا سي دي 2 سم ودي كانت بتساوي 40 سم والعمودين المسافه بينهم برضو 40 سم. وانا طب همسك ازاي البراكت ده بمجموعه بالانجلز دي؟ بمسكها مع بعض بمجموعه مسامير كده زيهم فين؟ الناحيه الثانيه تمام؟ حد متخيل يا جماعه؟ يبقى انا عندي براكت طاير من العمود والبراكت ده قاعد عليه بليته اللي هي اللي انا عاملها دي اللي هي 2 سم دي التخانه دي. والكاميرا دي بتقعد تمشي بقى مين؟ تمشي على كل براكت موصله بين ده وبين ده. حد فاهم؟ طيب بمسك ازاي البراكت مع السيستم ده؟ بمسكه عن طريق مجموعه المسامير دي مجموعه المسامير دي. طب ايه الاكشن الموجود؟ ده الويل لودز الحمل بتاع العجل صح؟ وعندنا احنا هنا كده في مين؟ لاترال شوك صح ولا لا؟ فمثلا سي لو كان عندي الويل لودز هنا كان مثلا هنا كان جايب 20 طن 20% ممكن. ده بيبقى كام اللاترال شوك ده؟ 10% يعني عندنا هنا كام 2 طن ماشي؟ لو سي ان المسافه ده لو احنا هنستخدم مثلا هنا اهو ده ام 20 المسمار ده يبقى المسافه بين المسمار والمسمار احنا اتفقنا كنا بناخدها كام؟ من 3 ل 6 فاي فاقول 5 فاي
يبقى الحته الاتش دي كام؟ 2.5 فاي. يبقى انا عندي 1 2 3 يبقى 15 فاي، و2.5 2.5 يبقى كام؟ 20 فاي. و20 فاي يبقى كام دي برضو؟ 40 سم. يبقى 20 في 2 سم يبقى دي كلها بتساوي كام؟ 40 سم صح؟ مش ال يبقى انا عندي 20 فاي اه مظبوط. يبقى دي كلها كام؟ الارتفاع بتاعها عندي كام ده؟ 40 سم. يبقى مثلا لو انا عندي الويل لود 20 طن وده ال 2 طن بيعملوا ايه؟ بيعملوا لاترال شوك شمال او مين؟ او يمين. انت يا ابني يا نايم اللاترال شوك دي بتشتغل ايه؟ بتشتغل شمال او يمين، ممكن تخبط كده وممكن تخبط كده. طيب تعال نشوف بقى الجروب اوف بولتس دول، الجروب اوف بولتس دول سي ان المسافه ما بين ده وما بين ده 12 سم ماشي. يبقى في ايه؟ لا 12 سم ايه؟ دي 40 يبقى دي قول قول مثلا دي احنا عايزين نخلي دي مثلا 4 و4 يبقى 8 يبقى دي 32 سم ماشي. ويبقى عشان بس نعرف المسافات ما بينهم دي. طيب تعالى بقى خد الجروب اوف بولتس دول بره اهم اللي هما الصف ده الثمان مسامير دول اللي هما الام 20 دول. هنفترض ان الام 20 دول هاي سترينث بولت، الجريد بتاعهم اللي هو المشهور في السوق 8 ومين؟ 8 8 ماشي. وعايز اشيك على المجموعه دي هيشتغلوا كده ولا ما يشتغلوش كده ماشي، هيقدروا يشيلوا السيستم الموجود. تعال اول حاجه واهم حاجه نحدد الاكشن اللي موجود عندهم. المجموعه المسامير دي هتحس بالفورس اللي موجوده عنها في السي جي بتاعها. طبعا لحسن الحظ هنا السي جي ماله متماسك، ده السي جي بتاع البولز السنتر اوف جرافيتي بتاعت البولز. ليه؟ لان مجموعه المسامير مالها المسافات ما بينهم متساويه صح ولا لا؟ في الاتجاه الرئيسي وفي الاتجاه الافقي. المسافات دي كلها احنا عارفينها كام؟ المسافه الواحده 5 فاي يعني كام؟ 10 سم متر. ايه يا ابني 10 سم؟ 10 ايه؟ 10 سم. والمسافه الافقيه برضو احنا كنا عارفينها اللي هي كانت كام؟ 32 سم. وده سيستم قوي لان المسافه كده عاملين جروب مع بعض كده ايه حلو. يبقى انا كده حددت مين السيستم ده. طب ده بيأثر عليه ايه؟ بيأثر عليه فورس كان بتساوي 20 طن كده وفورس كده مش عارفه اتجاهها رايحه فين كده وكده. طيب عايز اجيب بعد المسافه دي عن السي جي صح؟ دي عشان دي لازم اجيب لها البعد الافقي بتاعها. تعالى نجيبه من على الرسم ماشي؟ دي 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 ال 40 سم دي ال 40 سم دي من اول هنا يعني حد فاهم؟ عشان ايه؟ عشان الويلز دي ما تخبطش. فاحنا كده عندنا 40 سم. يبقى احنا عندنا من اول هنا لحد وش بتاع ده كام؟ 40 سم. ومن هنا لحد النص كانت كام؟ 20 سم صح ولا لا؟ لان الشفه دي داخله معاك دي كلها 40 يبقى النص ده كام؟ 20. يبقى من اول هنا لحد هنا دي كام؟ دي 60. يبقى هنا دي كام؟ دي احنا بنسميها الاي اكس، الاكسنتريستي في اتجاه محور اكس بيساوي قد ايه؟ 60 سم جبناها من على الرسم. طب الاكسنتريستي في اتجاه محور واي من اول هنا لحد هنا ده كام؟ ده نص ارتفاع البليت اللي هو 20 سم. وفي هنا عندي كام؟ 2 سم. وفي عندي ارتفاع مين؟ الاتش اي بي 400. الاتش اي بي 400 ارتفاعها كام؟ في الجدول عندك المفروض رقمها اللي هو 40 سم صح؟ بس احنا الاتش اي بي والاتش اي احيانا بيكون ارتفاعها اقل شويه. بص عليه كده شوف الاتش اي 400 كان ممكن تلاقيها 390 ممكن. بص على الاتش اي كده 400 الاتش اي 400 هتلاقيها 390 390 صح؟ فتخلي بالك ممكن ايه؟ ممكن احيانا بيكون الرقم مش هو الارتفاع بالظبط بس مش تفرق السنت يعني. يبقى دي عندك هنا كام؟ 40 سم. يبقى الاي الاي واي دي كلها الاي واي بيساوي كام؟ 62 سم. يبقى انا هنا عندي اكسنتريستي هنا 62 سم دي اسمها ايه؟ اي واي ماشي؟ مجموعه الفورسز دي هتتنقل في السي جي بفورس هنا ومومنت. خلينا احنا ننقلها فورس. يبقى انا عندي فورس قيمتها هنا 20 طن وعندي فورس كده قيمتها 2 طن مش مهم اتجاهها دلوقتي في هنا. يبقى دول ايه؟ اوتوماتيكالي هيتنقلوا في السي جي. دول هيعملوا ايه دول؟ دول هيتحولوا لشير في اتجاه اكس تمام؟ وهيتحولوا لشير في اتجاه مين؟ في اتجاه واي صح؟
ده بيساوي ايه؟ ده بيساوي قيمه الشير، قيمه الشير يعني، يعني ده هتبقى دي الشير في اكس للبول، وده شير في واي لمين؟ للبول. ده بيساوي الشير في اكس على النمبر اوف مين؟ اوف بولز. انا عندي كام مسمار؟ 8 المسامير كلها. يبقى ده بيتحول عندي ال 20 على ال 8، يعني ده كام؟ 2 وكام؟ 2.5 طن صح؟ 20 على 8. طيب بنفس الطريقه هقول 2 على كام؟ على 8. يبقى ده بيساوي كام؟ ربع، ربع طن. يبقى ده فيه شير فورس جايه كده، وفيه فورس ايه؟ جايه كده او جايه كده، بيعملوا شير في اكس وشير في اتجاه واي. يبقى المسمار جاله من الدايركت، ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه دايركت، دايركت شير. ده شير مباشر جاي من الفرص الافقيه ومن الفرص ايه؟ من الفرص الراسيه. حد فاهم؟ طيب نتيجه ان انا نقلت الفورسز دي كده، ده هيتنقل، ده المسمار عامل كده صح؟ ده هيتنقل من هنا فورس ومين؟ ومومنت. المومنت ده هتعمل ايه؟ حوالي المسمار، يبقى ام تورشن. يبقى انا عندي في ام اضافيه جت عندي اسمها ام دي، ام تورشن بتساوي ال 20 في ال 60 سم صح؟ طيب بقى الفورس دي بقى هتلف ازاي بقى دي؟ عندي احتمال ان هي تلف كده لو انا خدت، اعتبرت ان خدت الاتجاه ده، وعندي احتمال انها تلف كده لو انا خدت الاتجاه ده. مين فيهم الاخطر؟ اللي هيلف مع ال 20. هتلف مع مين؟ مع ال 20 دي. يبقى مين دي؟ يبقى الاتجاه ده هو الاتجاه الخطر معايا. يبقى انا دلوقتي لما اعمل لك علامه الاتنين كده تاخد الاتجاه اللي بيزود مين؟ اللي بيزود التورشن مومنت. لو انا عملته لك في اتجاه العكس خده. يبقى الكيس دي الاتجاه في العكس، يبقى الام تورشن بيساوي القيمه دي ناقص الفورس بعكس الاتجاه صح؟ يبقى هنا زائد، خدنا القيمه الاخطر في الاتجاه ده زائد 2 في 62، يبقى كام الام تورشن توتال اللي موجود عندي على مجموعه المسامير؟ 1324 طن سنتيمتر. خلي بالك ماشي ليه؟ لان دي بالسنتي ودي بايه؟ بالسنتي. طيب الام تورشن ده، الام تورشن ده هيجي هيعمل تورشنال مومنت شكله عامل كده صح ولا لا؟ ده هو الام تورشن. سيبك من دول بقى خلاص، وسيبك من ده خلاص. يبقى انا دلوقتي الجروب ده بقى جت عليه ايه بقى؟ اكشن جديد. لو فاكرين لما احنا كنا بنتكلم في اول المحاضرات ان الام تورشن اصله ايه؟ شير. بيعمل شير، بس الشير ده هيتوزع ازاي على المسامير؟ الشير ده هيتوزع على المسامير لحاجه اسمها الشير، تمام؟ اللي جاي من التورشن ده بيساوي قيمه الام تورشن في الار على حاجه اسمها سيجما الار سكوير. ايه القصه دي؟ يبقى كل مسمار، كل مسمار، كل مسمار مثلا ده الشير اللي جاي من التورشن في البولت 1 مثلا، في المسمار رقم 1 مثلا، ده عباره عن الام تورشن توتال بقول عندي على ار 1 في ار 1 اللي هو بعد المسمار عن السي جي على سيجما الارات كلها بتاعت المسامير ماشي. وده منطقي ان كل مسمار على حسب مكانه من تاثير السي جي هيحس بمين؟ هيحس بالام تورشن صح ولا مش صح؟ يبقى تاني، يبقى الام تورشن ده هيتوزع على مجموعه المسامير طبقا لبعدهم عن مين؟ عن السي جي. مين مثلا المسمار ده لو سميت ده 1 يبقى البعد ده ايه ده؟ ار 1. لو سميت ده 2 المسمار ده يبقى البعد ده عن السي جي ده اسمه ايه ده؟ ار 2 ماشي. المسمار ده والمسمار ده مش شبه بعض، يبقى ده برضه ايه ده؟ ار 1. طب وده وده؟ ار 2. طب ده هو ده هو ده وده هو ده. يبقى انا عندي ده متكرر كم مره؟ 4 مرات. وده متكرر كم مره؟ 4 مرات. تعرف تجيب ار 1 وار 2؟ بص ار 1 عباره عن واي 1 واكس 1 صح؟ يبقى بالتالي ار 1 بيساوي الجذر التربيعي مين؟ اكس 1 سكوير زائد واي 1 مين؟ سكوير. طب تعرف اكس 1 كام؟ اعرفها. دي كلها كانت 32، يبقى المسافه دي كام؟ 16. يبقى عندي 16 سكوير زائد البعد عن هنا لهنا ده كانت 10 15، يبقى 15 سكوير. يبقى جبت مين؟ ار 1. نفس الطريقه هجيب مين؟ ما فهمش ار 1 يبقى ار 2. هل الاكس هتتغير؟ اكس 2 سكوير زائد واي 2 سكوير. الاكس هي نفس الاكس 1، يبقى بيساوي بالتالي الجذر التربيعي ل 16 سكوير زائد مين؟
زائد 5 سكوير. ليه بقى؟ لان الواي هنا قصرت شويه بقت نص المسافه بتاعت اللي هي مين اللي هي البيتش دي. حد فاهم؟ يبقى جبنا مين ار 1 بيساوي كام؟ ها 21.93% 21.93% سنتي ماشي. وهنا بقى ار 2 16.76% 16.76% سنتي برضه. يبقى جبنا مين؟ جبنا ار 1 وار 2. يبقى سيجما الار سكوير بيساوي ايه؟ بيساوي 4. ها 4 1 4 2. بس احنا عملنا غلطه هنا بقى. حسبنا مين بقى؟ حسبنا الار 1. احنا اصلا مش عايزين الار 1، احنا عايزين مين؟ الار 1 سكوير. يعني كنا جبناها من غير ايه؟ من غير الجذر، مش مشكله. يبقى دي 4 في ار 1 سكوير زائد، يعني افتح قوس هنا كده، زائد ار 2 الكل سكوير، صح؟ عشان دي متكرر 4 مرات وده متكرر كام؟ 4 مرات. حد فاهم يا جماعه؟ بس خلاص يبقى كده تطلع كام القيمه؟ يعني ده سكوير زائد ده سكوير. في حل ثاني، في حد بيحب يعمل حل ثاني؟ الار سكوير سيجما الار سكوير بتساوي سيجما الاكس سكوير زائد واي سكوير، صح؟ انت عندك الواي 1 دي، الواي 1 دي 15 سكوير، دي متكرره كم مره؟ 4، صح؟ 1 2 3 4 زائد 4 برضو في 5 سكوير. كده خلصت من مين؟ من الوايات. يعني حد يعمل كده يقول ان سيجما الار سكوير هي سيجما الاكس سكوير زي سيجما الواي سكوير، صح ولا لا؟ يبقى بالتالي تحط مكانها هنا دي، ممكن تحط مكانها سيجما الاكس سكوير زائد الواي سكوير ايه؟ مباشره. يعني هي لو انت عايز توفر في الوقت، يعني ان المسائل دي اصلا ملهاش وقت حل في الامتحان، يعني مفيش وقت انك تقعد تحسب الاراض تاخد بالمسطره وتدلع تك بسرعه، فاهمني؟ هي القصه كلها بس التركت كلها في المساله دي كلها ازاي تاخد مين الكريتيكال معدول. لو انا جايب لك مين؟ لو انا جايب لك السهمين كده في الرسمه، لكن لو انا جايب لك سهم واحد هتاخده على طول مباشره، سواء كان هيزود او كان هينقص، ما عنديش مشكله فيها. حد فاهم يا جماعه؟ طيب يلا يبقى كده تعالى بقى. حد جاب لنا سيجما الار سكوير هنا اهو. طيب 3047.29% تمام. احنا بقى القصه هنا بقى ان انا ايه، تعالى شوف انا دلوقتي عايز اعرف فين الكريتيكال بوينت، ماشي؟ تعالى هات المسامير كلهم على الاطراف بره. ليه؟ لان انا عندي المسمار الكريتيكال اكيد واحد من مين؟ واحد من الكريتيكال دولز. بص الفورس بتاعت الام تورشن، الفورس بتاعت الام تورشن بتتوزع في اتجاه عمودي على الار، تمام؟ يعني ايه؟ يعني دي هتتحول لفورس عامله كده. اضرب الفورس دي في الار هيديك قيمه الام تورشن، تلف معاها بنفس اتجاه الدوران. يبقى اكيد دي عشان تلف نفس القصه لازم دي تلف ازاي؟ تلف كده، صح ولا لا؟ تاني يبقى الام تورشن هيتوزع في شير عمودي على اتجاه المسافه ما بين المسمار والسي جي، بحيث لما تضرب الفورس في البعد يديك نفس اتجاه دوران الام تورشن بتاعنا. يبقى ده عشان خاطر يلف كده لازم يضرب كده، صح؟ وده عشان يلف كده لازم يضرب كده، مظبوط ولا لا؟ ده كده بيلف كده، ماشي؟ يبقى انا كده جبنا مين؟ جبنا الاتجاهات كلها. طيب هل انا دلوقتي اعرف الاتجاه ده اسمه ايه؟ ما اعرفوش، انا بعرف عندي الجلوبال اكسس اللي هي الاكس وواي، فبالتالي انا عايز احول الفورسز دي لفورس في اتجاه اكس وفورس في اتجاه واي، صح ولا لا؟ ودي عباره عن فورس في اتجاه اكس وفورس في اتجاه مين؟ واي، صح ولا مش صح؟ ودي فورس في اتجاه اكس ودي فورس في اتجاه مين؟ واي، ودي فورس في اتجاه اكس وفورس في اتجاه مين؟ في اتجاه واي، صح؟ طب تعرف تجيب القيمه بتاعتهم؟ اعرف اجيب القيمه بتاعتهم. تعالى كده اطلع عند اي واحد كده اهو، كمل ده كده. الزاويه دي اعتبرها ان هي سيتا، سميها سيتا. يبقى دي سيتا، سيب واحده سيتا. يبقى عندي كده مين؟ سيتا. يبقى دي هتتحلل كوزاين سيتا ودي تتحلل ايه؟ ساين سيتا. طب تعرف تجيب دي سيتا اهي؟ طلع كده بره سيتا كده اهو. ده ماينس 1 واي على الاكس. 6
دي ار دي ار واحد صح دي بي دي واي واحد دي مين اكس واحد يبقى ساين سيتا بتساوي مين واي واحد على ار واحد صح وكوزاين سيتا بتساوي مين اكس واحد على ار واحد طب تعالى يبقى دي الفورسز احنا بنسميها دي الشير اللي جايه من التورشن في اتجاه اكس صح ولا لا ودي الشير اللي جايه من التورشن في اتجاه مين واي تعال نمسك الشير اللي جاي الشير اللي جايه من التورشن في اتجاه اكس دي بيساوي مين دي بيساوي الشير اللي جايه من التورشن في مين ساين سيتا صح صح ولا مش صح طيب فين ساين سيتا واي واحد على ار شيلها وحط مكانها واي واحد على ار طب الشير اللي جاي من التورشن دي بتساوي ايه بتساوي الام تورشن في مين في ار واحد على سيجما ار سكوير يبقى الار واحد قطيع مع الار واحد يبقى دي اتحولت لمين الام تورشن في الواي على مين على سيجما ار سكوير صح ولا مش صح بنفس الطريقه لو انت حليتها هتلاقي ان الشير اللي جاي من التورشن في اتجاه محور واي بيساوي الام تورشن بس في مين في اكس صح في اكس 1 على سيجما مين على سيجما ار سكوير للناس اللي بتحب تحفظ وتاهت مني الموضوع بسيط جدا اللي في اكس اضربه في مين في واي واللي في واي اضربه في مين في اكس عشان نخلص الدنيا كلها معايا مع بعض ماشي طيب لحد دلوقتي انا برضو الخطوه اللي انا عملتها دي كلها بعمل كده ليه علشان احول الفورس اللي في اتجاه انا اصلا ما اعرفوش لفورس في اتجاه اكس وواي طيب الخطوه الاساسيه اللي انا كنت عايزك تعرفها انهي مسمار فيهم الكريتيكال حد يقدر يقول لي يعني الجسم بتاع الكيو اكس والواي اكبر من 4 طب هو الكيو اكس والواي دول ما نفس القيمه الكيو دي مش خالص اشمعنى بقى عشان في قوه نازله كده لتحت وفي اللي هو الشوك بيخش يمين برافو عليك مظبوط هو ده صح كده يعني رغم انك تحس ان المسامير كلها شبه بعض لكن ده اصلا دي الشير اللي جايه من فين من التورشن في اتجاه اكس ودي الشير اللي جايه من التورشن في اتجاه واي طب هما اصلا دول هيتضافوا على قيم اللي هما مين الدايركت شير صح بص الدايركت شير كان عامل ازاي كان عامل كده وكان عامل كده ان انا خدت مين خدت مين خدت اتجاه الدوران كده بتاع التورشن فبالتالي يبقى ده انا عايز حاجه يضافوا على دول مين اللي هيتضافوا على دول لو انت خدت المسمار ده هتلاقي ده هيتضاف مع الافقي وده هيتضاف مع مين مع الراسي ده عكس ده فده الشيء ده هيبقى شوف المسمار ده والمسمار ده مريح ومسخسخ ده عليه فرصه اقل من ده الهوريزونتال هيتضاف على بعض بس الفيرتيكال ماله هيقل هنا الاثنين عكس يعني المسمار ده نايم خالص مش حاسس بمين عليه اقل فرصه رغم ان هو بعيد برضه يعني ده عليه نفس القوه بتاعت التورشن بس الدايركت شير اللي جاي عليه ماله مقلله الفورس يبقى هنا بقى تقول لي ان ده هو ده يا معلم مين بقى الكريتيكال بولت ده الكريتيكال بولت ماشي يبقى الكريتيكال بولت كده خلاص اقدر مين بقى اقدر اجيب الشير اللي جايه من المسمار في البولت رقم اللي هو الكريتيكال بقى ما انا بشتغل على البولت الكريتيكال بقى في اتجاه اكس ومره في اتجاه مين واي في اكس هضرب في واي واحد وفي واي هضرب في مين في اكس واحد طيب خلاص الام تورشن عندي كان بيساوي 1324 في الواي واحد 15 سم صح على سيجما ار سكوير كان كام يا باشمهندس اللي احنا جبناها 3000 كام 47 طيب نفس الكلام هنا بس 1324 بس بمين بقى واي اللي هي كام 16 صح اكس اللي هي 16 على 3047 هنا كام تقوم مطلع كام هنا ومطلع كام هنا طلع رقم مش قليل يعني 7 طن مثلا حاجه 6.5 اول واحده 6.5 طن ماشي وتحت هتزين يعني هتلاقي 6 وشويه 6.95 طن طيب يبقى الشير التوتال بقى الشير التوتال الموجود على المسمار هضيف ده على 2.5 وهضيف ده على الربع يبقى الشير ماشي التوتال اللي جاي على الكريتيكال بول في اتجاه محور اكس بيساوي ربع
زائد 6.25 صح؟ والشير التوتال في اتجاه محور واي بيساوي 2.5 زائد 6.5 ده بيساوي 9 طن وده بيساوي كام؟ ده بيساوي كام؟ 7.2 طن. طب المسمار بقى عليه حاجه اسمها ايه؟ ريزلتنت، عليه مجموع الاثنين بقى، ما ده شير وده شير، يبقى يحس مين بقى؟ ده سكوير زائد ده سكوير، يبقى بيساوي ار بيساوي جذر التربيع ل 7.2 سكوير زائد كام؟ 9 سكوير، ده بيطلع كام؟ 16.5 كام؟ 11.5 ايه؟ طن. خش في الجدول بقى قول لي الار شير بتاعت المسمار ده بتساوي كام؟ يعني المسمار الواحد عليه 11.5 طن. ما احنا مستخدمين ام 20 اهو، عشان قلت لك ان احنا مستخدمين ام 20 الجريد بتاعه 8.8. شوف الـ الشير بتاعه كام؟ كيس كيس فلودنج، احنا ده هنا ايه؟ احنا كيس فلودنج كام هنا؟ 2. ليه بقى؟ عشان كده احنا بنقولها جايه من لاتر الشوك، يبقى احنا كيس فلودنج 2 واحنا شغالين هنا ستيل كام؟ 37 اللي هي في المباني العاديه، يبقى كيس 2 ام 20 احنا بقى في انهي ناحيه بقى؟ في بتاع الاوردينري بيلدينج ولا بتاعه الكرين؟ احنا كرين، يبقى اخش في الناحيه الثانيه بتاعه الكرين والبريدجز كام؟ 4.82 طبعا دي اكبر من 4.82 ايه؟ طن. كمان تضرب في بوينت 7 عشان خاطر دي ايه؟ يبقى ده ايه ده؟ يبقى الكونكشن دي مالها؟ انسيف. طيب ايه الحل اللي احنا ممكن نعمله؟ اول حل ممكن نعمله ان انا ازود عدد المسامير فعلا. لو زودت عدد بعد ما انت عملت 456 ماشي، بس كده كده انسيل، كده كده انسيل. انت لما يكون عندك الكونكشن اللي زي كده انسيل تمام، ايه الحل اللي تعمل؟ اول حاجه تفكر فيها انك تزود عدد المسامير. انت لو زودت صف مسمار ايه اللي ممكن يحصل؟ بتزود ايه صف المسامير ده؟ سيجما الار سكوير دي هتزيد صح؟ لما تحط صف فوق وصف تحت يبقى سيجما الار سكوير مالها؟ هتزيد. فبالتالي الفورس ريزلت هتبقى مالها يحصل لها ايه؟ هتقل. ده اول حل. لو كبرت الايه بتاعه المسامير دي اسوء، ليه؟ بقى انك انت هتعلي الار اللي هتعلي ابعد مسمار هتبقى تبعده شويه. زود الكريم لا ممكن المسمار بتاعنا ازود القطر بتاعه، بدل ما استخدم مثلا ام 20 استخدم ام 24، بس الحل ده مش هيبقى فعال معاك قوي. في حل فعال تاني غير انك انت تزود عدد المسامير، انك تحط بليته ثانيه، يعني مثلا هنا كده اهو، هنا كده اهو، تزود بليته كده كده المسمار بقى ايه؟ بقى دبل شير، وبالتالي هنا هتزود ايه؟ هتزود المقاومه هنا تضربها في كام؟ في الاثنين، فبالتالي ممكن تظبط معاك شويه، تخلي المسمار ايه؟ دبل شير، تزود بريتا من ناحيه وبريتا من ناحيه، فبالتالي ايه؟ هتخلي معاك الاساس. لكن الحل الطبيعي انك تزود عدد المسامير، تعلي الجريد بتاعه، لو لقيت العمليه مش جايه هتجيب معاك رصه كبيره، هتعمل ايه بقى؟ هتضطر انك انت تستخدم بريتا من الناحيه الثانيه، تخلي البراكت دي مالها؟ تخلي البراكت دي دبل شير. طبعا احنا هنا في حاجه احنا هنا ايه غلطنا فيها، نسينا نعملها، ان هنا ان الفورسز دي اللي جايه متوزعه على كام براكت؟ على 2، فبالتالي الاسترينج اكشن اللي هنا دي كلها مالها؟ على 2، يبقى هنا هتلاقي هنا دي 1.25 ودي 0.124، وهتلاقي الام تورشن مالها هتقل. فكده ممكن تلاقي معاك الفورسز مالها ظبطت معاك شويه. دي من دي على فكره دي معظم الناس بتغلط فيها، ان الفورس دي جايه على البراكت كله. طب البراكت كام واحد؟ 2، فالمفروض ال 20 طن تبقى كام؟ 10، والاثنين تبقى كام؟ تبقى 1، لانها متوزعه على 2 براكت. حد فاهم يا جماعه؟ دي نقطه مهمه جدا. ان الفورسز دي ما سايبها بعيده قوي، انا حتى لما يعني وانا جاي متخيل ان هيفرق معايا 1.5 طن، فبالتالي لما ايه؟ ودي هتلاقيها كده، دي بس اقول دي مثلا بقى كام؟ 5.5، دي 4.5، فرق ايه؟ 1 طن. ده ممكن اي حاجه تحله، ازود صف، اعلي الجريت، وتلاقي حاجه. فعشان كده انا ايه؟ حسيت ان الموضوع مش فيه حاجه مش مظبوط، ماشي؟ يبقى خدنا بالنا كده ان البراكت كله كواحده واحده شغال كانه مين؟
او في حل تاني، حل المساله دي زي ما هي بس اعتبر البراكت ماله دبل شير. دبل شير بدر يعني كانهم هم ايه، كانهم بالاتنين ماسكين مع بعض برضه، ده حل صحي. بدر بالسيستم هنا في كام؟ في الاثنين. في ناس بتعمل كده عشان بينسى اصلا ان يقسم، فبياخدها كلها على ايه، بيعتبر الاثنين براكتس مع بعض كانهم ايه، كان المسمار ايه دبل شير. مجموعه المسامير كده هنا ايه بقى هتظبط معاك شويه، حد فاهم؟ فبالتالي ده يا جماعه الستوري بتاعه البراكت كونكشنز، ودي من اشهر الكونكشنز اللي موجوده عندنا اللي هي بنسميها احنا الاكسنتريك شير كونكشنز. التريكه اللي فيها ان انا باخد بقى اللاترال شوك بحطها مع الاتجاه الكريتيكال بتاعي اللي يزود معايا مين، اللي يزود معايا الستريننج اكشن. تمام؟ طيب اتفضل. يعني انا هنا الانتشن بقى جبتها اسمها الاثنين، لا الفورسز نفسها الستريننج اكشن دي اسمها على الاثنين.